lover's got no money, he's got a strong belief. My lover's got no power, he's got a strong belief. My lover's got no fame, he's got a strong belief. My lover's got no money, he's got a strong belief. Want more and more people, just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more people, just want more and more freedom and love. What he's looking for, and free from desire, mind and senses purified and free from desire. Mind and senses purified and free from desire. Mind and senses purified and free from desire. La 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 la. Want more and more people, just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more people, just want more and more freedom and love. What he's looking for, and free from desire, mind and senses purified and free from desire. Mind and senses purified and free from desire. Mind and senses purified and free from desire. La 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 la. La 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 la. برافو ستيفي اند ذا باند راح يضلوا معنا ونتعرفوا عليهم خلال هذه الحلقه، فخليكم معنا. والكالندر الايفنتس اللي كانت خلال هذه الشهر كان حافل، من بين الاشياء المميزه كان في ايفنت بمنطقه فقره بكفرد بيان وكان اسمه ريد كاربت كلاسيك اوتو فيستيفال، نظمته جمعيه انديه اللايونز الدوليه، وراح يكون معنا مسي عبد الكريم كريديه. اهلا وسهلا بك من انديه اللايونز. بونسوار. مسي نبيل مصطفى من شركه اكسكلوزيف، اهلا وسهلا فيكم. بونسوار. طيب خبرونا اول شيء، شو فاتنا؟ وات ديد وي مس؟ كثير كثير، يعني ايفنت كان كثير كثير روعه. كان اذا بدك بيجمع بين الهيريتج واللكشري ات سيم تايم. حلو. اي يعني اشتغلنا ان كان من اللوكيشن اللي كنا اخذينه، ان كان السيارات اللي كانت موجوده، ان كان الاكتيفيتيز اللي كنا عاملينها حواليها، الفاشن شو اللي عملناه بقلب الايفنت كمان، يعني كلها على بعضها كانت بهالتم. غير هذا الشيء روحت عليكم سيارات من سنه الاربعينات للثمانينات، بس كله شيء كثير مميز. اكسلنت. هيدي اول مره ينظم ولا هيدا سنوي؟ هيدي اول سنه بنعمله وصار سنوي ابتداء من هالمره. اوكي، دونك الايفنت كان عباره عن كولكتورز للسيارات عبر الزمن، كان في احتفاليه، كان في شو الهدف من وراءه كان؟ شو الهدف من وراءه؟ هو اول شيء نجمع الناس بمنطقة سياحية حلوة مثل منطقة فرد بيان. اوكي. بوقت كانت شوي الظروف بتعرف بلبنان صعبة، ونحن عم نجرب نشجع هالامور كلها ونضلنا على اتصال مع كل الناس ونفرج انه لبنان بعده خير. اكثر من هيك كنا عم نجرب كمان نجمع كولكشن كارز كثير رير ينعرضوا بمحل واحد، يعني وحدة من السيارات كانت مثلا رولز رويس سيلفر راس 2، كانت هي سيارة مايكل جاكسون. اوه. سو سبناها، كانت موجودة بالمعرض كمان. بس ما حبينا نعمل بس كلاسيك كار شو، زدنا عليه اكتيفيتيز اكثر، عملنا فاشن شو لاهم البراندز الايطاليان، مثل هن كانوا عاملين روديو درايف مبدئيا للفاشن شو. جبنا بوفيه كمان كثير حلو كثير كبير لكشري، لانه عم اشتغل لكشري وهيك كان مقدم من سقراط مثلا. كان هاري ديفيدسون موجودين، اللي بحب يجرب بايك
هاري ديفيدسون كانوا موجودين كمان، طلعوا رايد عملوا شو كثير حلو نهار السبت. اكثر من هيك كان في الموتور اللي كان موجود بالاربعينات والخمسينات اذا متذكر، الموتور اللي حده الافوره جبنا منه حطيناه كمان بالشو للناس تيجي تتفرج عليهم. عم بحكي هذا التيب تبعه قديم بس هو الموتور 2013 يعني مش انه اكيد. عبد الكريم خبرنا كيف لقيت الايفنت، كيف كان الحضور، رد الفعل الناس؟ الايفنت كان رائع كثير حلو، نجح كان تقريبا عندنا شيء فوق ال 4000 زائر، ونحن كجمعيه انديه اللاينز في عندنا انديه 95 نادي بلبنان وعندنا لجان، كل اللجان والانديه عندهم بيتخصصوا بجزء من الاعمال اللايونزيه. وهالسنة الحاكم تاعنا نبيل روس، حاكم منطقة لبنان أردن العراق، طلب منا ندعم كل شيء في إيفنتات سوشيال اللي بيشجعوا شوي الناحية التوريزم تاع لبنان ويفرجوا إنه لبنان بألف خير وفي عنا يعني إنه هالوضع البريشر اللي فيه بالبلد عم نخلي شوي هيك نشجع الايفنتات وين فينا نكون مرتاحين يطلعوا العائله مع بعضهم. يخلوا الناس يشوفوا بعضهم بمحل. كثير حبينا فكره فقره لانه في بتعرفوا هنيك القلعه التراثيه، طقس كان ساعدنا كان كثير حلو. فهيدا كان يعني الاوبجيكتيف وجود اللاينز. وبيان سور نحن عندنا الاعضاء اللاينزيه بهمنا كمان يشاركوا بايفنتات يعني هذا نوع من ثقافه كلتشر. حلو. طيب خبرنا نبيل، قديش يكون صعب ان الواحد يجمع كذا element بإيفنت واحد؟ يعني أحيانا تخصص بس شيء مثلا كارز بيكون في مجهود، بس كارز فاشن شو وتجمع كذا شغلة related to luxury أكيد منو هين. أكيد نحن أخذ منها شغلة كثير الإيفنت، إن كان بال إذا بدك أول شيء بالكونسبت اللي اشتغلنا عليه، لأنه ما بدنا نعمل شيء تراديشنال نشوفه وين ما كان، إلا ما نطلع أبعد من هيك بكثير، والحمد لله قدرنا عملناها. التجاوب من كل البارتيز اللي كانوا عم يشتغلوا معنا كان هائل. تعذبنا بعض المحلات خاصة بتنقية السيارات، لأنه كمان ما فيك تجيب حيالله شيء، يعني جبنا سيارات يمكن بعد في منها 50 بالعالم أو شيء، يعني حتى الكوميونيكيشن مع أصحابها كانوا متجاوبين، يعني ما عذبونا. نحن توقعنا تكون أصعب من هيك لأنه بكون واحد خايف على سيارته وشمس وفقرة وبتعرف، فلا الحمد لله كانوا كلهم متجاوبين، كلهم كانوا عم بيساعدونا كأنه الإيفنت لإلهم. الكونسبت هو مثل ما أنت قلت منوع، جربنا نحط كل شوي من كل شيء له علاقة بالهيريتج واللكجري بنفس الوقت. الكل كانوا مساعدين، سبونسرز كانوا بعقدوا وكلهم كانوا تمام، يعني مشاكل في مشاكل ما حدا ما بيقطع بمشاكل، بس الحمد لله كل شيء قطع على خير وكانت الإيفنت مو يعني اكثر من متصور واحلى من متصور. حلو كثير. والسيارات بعدها شغاله بعدها عم تمشي صح؟ ايه كان كونديسيون اصلا، لازم تكون سياره بتيجي ميوزيوم كونديشن بنسميها نحن، يعني كلها ريستورد مزبوط ودايره على موتورها، يعني في شويه اكسبسيونات بس سياره مايكل جاكسون عم نشوف اللي كانت قبل كانت مايكل جاكسون الرولز رويس نرجع نشوفها بس كمان مره. هاي السياره كانت لمايكل جاكسون، هو هداها لوالدته اوكي، وبعد ما توفى عرضوها بالاوكشن واشتروها بيت معوض هون بلبنان وشاركوا معنا فيها بالايفنت. حلو كثير. هيدي السياره كانت اكثر سياره اخذت ضجه ولا كان في سيارات ثانيه كمان كان عندها؟ في كثير سيارات بنسميها نحن فين ماتشنج نمبر، يعني لاخر برغي ريستور تو ذا اوريجينال ستيت، يعني كانه طالع من الشركه. حلو. في سيارات حتى عليها بسموها لو مايلج، يعني مش ماشي كثير السياره وهيك، بس عم نحكي اذا بدك سيلبرتي كار كانت سيارة مايكل جاكسون، يعني ما كان في سيلبرتي كار موجوده غير سيارة مايكل جاكسون، بس كل السيارات كانت دائما فيها شيء مميز، يعني انا حتى بالفيش تكنيك تبع السياره حطيناها قدامها كتبنا ستوري اللي هي بيهايند ذات كار، ليش انعملت وشو الاسباب وشو قديش بعت في منها وشو انتج منها بهالاتجاه. حلو كثير. طيب اللايونز عبد الكريم دائما بيقدموا ايفنتس كثير اوريجينال وكثير مميزين، بيتم التنسيق بين كل حدث وحدث على طريقه خاصه معينه، بتحطوا الكالندر من بدايه السنه شو راح يكون عندكم؟ هلا بيان سور في عندنا نحن عده يعني كالندر، في عندنا اول شيء الحاكميه، الحاكم بيكون عنده هيز اون كالندر تاعه عبر اللجان اللي عنده، يعني تقريبا عندنا شيء 50 60
لجنه وكل وحده متخصصه بامور مجال معين. نحن فتنا مع نبيل بلجنه الاستراتيجي وبلانيفيكيشن. عندنا لجان للصحه للبيئه، في لجان خاصه لامور لايونزيه. هيدا اول شيء كالندر بيكون كل سنه، في عندنا الكالندر تاع اللجان، كل لجنه كمان عندها هيز اون كالندر حسب شو بدها تعمل ديورينج السنه. باللاينس هي كل سنه سنتها، يعني بيجي حاكم سنه واحده بيعمل هيز تشالنج بهالسنه، عنده اللجان كمان عندهم هيز اون تشالنج، وفي عندنا الانديه. هلا نحن بالديستريكت 351 لبنان اردن عراق نحن تقريبا شي 115 نادي، 95 بلبنان. كل نادي بيجي رئيس كل سنه وعنده هيز بورد وعندهم ال شو اسمه الايفنت اللي بدهم يعملون. انا بنادي اسمه بي سي دي ارماس، هي شرف فيها باكبر نادي بافريقيا وتقريبا باسيا. مثلا بهالسنتين عملنا تقريبا 40 ايفنت، وهالايفنتات تقريبا يعني عندنا كل شهر كل شهرين بنقول ثلاثه ايفنتات عندنا بالصحه بالارت مختلف المجالات. اكسلون. طيب شو في عندنا مشاريع؟ نبلش نبيل، شو في عندكم مشاريع قادمه خصوصا انه الصيف على الابواب؟ واكيد اكيد نحن اذا بدك اكسلوسيف اخذين نيش اوتوموتيف ايفنتس، يعني بنشتغل بس اوتوموتيف ايفنتس وذ تويست، يعني مثل ما شفت بفقره كان كولكشن وذ تويست. عندنا تقريبا معدل ايفنت كل شهر. هلا اقرب وحده عاملين افون بريمير فاست اند فيوريوس 6 قبل ما ينزل بامريكا بثلاث ايام، حنعرضه هون بدون نايس. عاملين ايفن ماي مش بس افون بريمير عادي. اللي بعدها اللي هي كبيره عم نعملها بالتعاون كمان مع نيدر لاينز اسمها التيميت امريكان. هي اذا بدك نفس كونسبت تبع فقره بس اخذينه على السيارات الامريكانه، كل شيء من الاربعينات لل 2013 بنعمل عليهم فوتنج لاحلى سياره امريكانه بهالاتجاه كلها مع كل الاكسسوارات الامريكيه اللي بتركب على السيارات وهيك مع اكتيفيتيز مثل ما فاجئنا بفقره شيء ريليتد على التام تبعها. اكسلون اكسلون. عبد الكريم من ناحية اللاينزية نحن عندنا بيان سور حنشارك مع نبيل اكثر واكثر. هلا في عندنا باللاينز كمان كل سنه في رئيس دولي، هالسنة هو اسمه وين ميدن والشعار تاعه كان الليتراسي، يعني عم بيحارب الليتريزم. فحبينا شجعنا كمان الحاكم نبيل روس نعمل شيء ايفنت يعني كبير للبنان. بدنا نجمع كل شيء في كتب مجلات ونوزعهم للجمعيات اللي بيقروا، يعني كل شيء للريتايرمنت. وهذا الايفنت من هلا لشهرين تقريبا حنعمل، هذا الايفنت كبير يعني. اكسلون. وبين شور في كثير على طول بضل عندنا ايفنتات. رح نلحقكم رح نخليكم وين ما تكونوا يكون عندكم ايفنتس اكيد وي غانا بي ذير. عبد الكريم كريديا ثانك يو سو ماتش من اللاينز، ونبيل مصطفى من اكسكلوسيف ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. رايحين على فاصل، من بعد الفاصل شو في عندنا بعد الفاصل؟ يس في عنا ستيفيز باند، ستيفي اند ذا باند راح نتعرف عليها بعد قليل، وايضا جوشاليتا اللي جاب لنا مجموعه من الاخبار من عالم الفاشن والجلامر. ما تروحوش بعيد، راجعين تفضلوا. Ooh.
She told me this is one for your